حلوه كثر رحلة على مصر. ايه كثير عن جد كثير حلوه وكثير مميزه. انا كثير انبسطت عن جد. اول شيء نتعرفت على فنانين عن قرب، لانه انا يعني بالشركه، صحيح نحن بالشركه ذاتها، بس قليل حتى نجتمع هيك جمعه كبيره. يعني اكثر فنان او فنانه كنتوا اقرب لبعض بهالرحله مين كان؟ كثير بس انه انا بعرف سيرين عبد النور منا، يعني انبسطت كثير. تعمل في انا مش حرام سيرين. هل سيرين بتحس حالها مسؤوله عني؟ ايه عن جد بالرحله اكثر شيء بتقول لي وينك رايحه وين جايه وين شو عم تعمل. كثير بحسها يعني ما في فرق العمر كثير بيني وبينها، بس ما بعرف هيك شكلها كثير بيعني لي انها فاره. قلت لها مش ساره، فاره انت، فبحسها على طول انه بدي اهتم فيها يعني، فاصلا نحن اصحاب يعني. كمان في غنية كتير بتحبها من ألبومك اللي هي قال شو عدالو قلو انو انا بهوا كفي كرمال عيوني تبكي ولا انسى نصحتيها. حلو. احنا بالمطار قلو لو تانا بليز 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 صوروا هالغنية انا كتير حلوة. نصحتيها تصورها مع مين وشو الفكرة؟ ايه شو عرفك انت شو عم ترقبنا؟ ما كنت معكم مضبوط. هلا تذكرت انت ماشي جاسوس اذا شيء. كنت عم اقول لها انه لازم تصوريها كثير تتعلمي رقصه يعني مثل تانجو او شيء، وكثير تصوريها تحدي بينك وبين الموديل قدامك، يعني لما بتغنيها انت وعم بترقصي وهيك تغني معه تحدي، يعني لانه كثير هي ريتم يعني حلو للكاسبانش وهيك، وهي هيك عندها نظرات وتحدي وهيك مع الهضامه فبيلبق لها. مشاهدينا مثل ما تابعتوا هيك كانت اجواء وصول الفنانين لمطار بيروت بعد